في كوس اليونانية تقع تجمعات اللاجئين الهاربين من الحرب والجوع والطامحين للوصول نحو أوروبا الغنية. هنا حرب وجوع أيضا، حرب بين لاجئين لا يعرفون بعضهم، جمعتهم الأقدار معا تحت سقف قضية إنسانية واحدة هي الهروب من الموت. ورغم ذلك يتقاتلون حتى الموت أحيانا ولأسباب قد تبدو سخيفة. هذان شقيقان من العراق هربا من داعش واضطرا للبس زي النساء المنقبات وتعرضا للمخاطر بين سوريا والعراق وتركيا ليصلا هنا، وما أدراك ما هنا. أتذكر الشهر العاشر أول دخول داعش الساعة 3 بالليل، طلعنا في شخص سوري هو سائق، يعني أخذنا من القائم على طببنا السوري عن طريق البوكمال. طبعا أهلي كلهم لبسوا حجاب عشان داعش يعني ما يعرفنا، لأن احنا مشتكين عليهم موجود سجلات عندهم، يعني يعرفون من مشتكي عليهم. خيام ربما تصلح لمصطافين في رحلة لساعات على الشاطئ، لكن حياتهم هنا قد تمتد لشهور بلا ماء ولا كهرباء. لكن الأخطر أنهم يظلون لأيام عدة حتى من دون طعام. ألقت بهم السلطات اليونانية في الحقول ووضعتهم في مبان مهجورة، وتبرعت بعض المنظمات الدولية لهم بهذه المراحيض التي تستخدم أحيانا كمطابخ. فالطبخ عموما يمارسه البعض هنا إن وجد ما يمكن طبخه على الحطب ومن دون مقومات بشرية لتناوله بصحون وملاعق كطعام البشر. الوضع سيء جدا. أنا هنا منذ 7 أيام وأصدقائي منذ 20 يوما. لا شيء هنا أبدا، لا ماء ولا طعام، ولا بديل لنا عن هذا المكان الخطير حتى الآن. نقلتهم هذه البواخر بعد رحلة الموت المحتمل التي أوصلتهم إلى حياة محتملة. جماعات وجماعات يتوزعون خلف الأقفاص كأنهم يستنجدون الخروج، ومجرد الخروج من فم الباخرة التي تذكرهم برائحة الموت بحرا. وهنا ينتظر الموت من يتأخر بالهروب إلى بلد آخر، فلعل الهروب الثالث أو الرابع حل ولو مؤقت.